28 دقيقة سندريلا صندوق الأخبار على شنو نبرو توينسا ومع شنو تفاعلوا هذا اللي باش نكتشفوه توت سويت. بوكس نيوز سندودة. أهلا وسهلا. باش نبدأ بصدري بن عزوز. السيد صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي في تصريح ليه البارح قال أنه غلق المقاهي ليلا في رمضان هو حكم بالإعدام على أهل القطاع، وبين أنه باش يتم اللجوء إلى تسريح العمل في صورة الإقرار بغلق المقاهي ليلا دون التعويض لأصحاب المقاهي. كما قال زيد أنه عواقب اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار غلق المقاهي خلال شهر رمضان باش تكون وخيمة برشا. وكان زيد أكد وقال أنه 2000 مقهى أغلقت أبوابها في تونس وأعلنت إفلاسها، وفما زيد 18,000 مقهى في حالة إفلاس و 40,000 عاطل عن العمل كانوا يخدموا في المقاهي. التعليق التويسة كانوا أغلبهم متعاطفين مع أصحاب المقاهي وكتبوا على أساس الكورونا فما كان في القهاوي، أما بلايس أخرى ليتي أكثر ناس تضروا هم جماعة القهاوي. الدولة كان تخمم في الحجر لازم تخمم فيهم قبل أي قطاع آخر، خاطر بالحق قاعدين يعانيوا. واللي كتب في نهار مسايبين بوه على خوف الكيران في البلايس الكل، وفي الليل تسكر الدنيا، كورونا تخرج كان في الليل على أساس سياسة فاشلة وحكم أفشل. وفما اللي علق وقال قال الكورونا التونسية لا نلقاوها لا في المعاهد لا في الكيران لا في الأسواق لا في الاجتماعات النهضة، ما نلقاوها كان في المقاهي والملاهي. ونوفى بالتعليق هذا الدولة تعرف كان تسكر، أما باش يلقاو لهم حلول وتعويض لا. صيحة فزع مفهومة من المقاهي، يقول لك ستكون الكارثة لو مشينا في غلق المقاهي في شهر رمضان. شهر رمضان هو الميسة نقولوا احنا متاع القهاوي بعد عام أسود بالنسبة لأصحاب المقاهي. ثاني رمضان سيكون على التوالي. صيحة الفزع مفهومة، يمكن أكثر قطاع نجم نقول عنده الحق اليوم كي يطلق صيحة الفزع. يقول لك رانا باش نسرحوا الخدامة، نحكي حتى على زياد مثلا هو غايب هنا، يقول يا رفيق راني خلق معناه ساعات من مشاهريتي مثلا في الراديو ولا التلفزة نخلط على شريط خدمة مش منطرد حتى حد. أما يقول لي أنا عندي أن دوزيام أن تروزيام ريفوني، غيري ما عندوش، عنده كانك القهوة يعيش منها، كيفاش باش نعملوا؟ مومنتون نحكي وإحنا على القرارات والناس والموتى ولا الوباء ولا الموجة الثالثة حاج شو نعملوا؟ احنا جينا بين الجوع وبين الكورونا. مرهان البارح قال لي انت كان جيت انت تعمل، نسالك انت كان جيت انت تعمل. احنا جينا بين الجوع وبين الكورونا، لكن الحلول موجوده. اولا نراو اللي يبدا الدوله اللي تحب تلقى حل والدوله اللي تحب تعاقب، خليني نعاومها ونقول الدوله لازم هي تعطي المثال. خي تعمل انت باجتماعات والكيران الصباح والترينوات والدنيا، وبعدين تجي في شهر رمضان وتحب تسكر القهوه. يا خويا القهوه تقعد محلوله لكن بشروط، بشروط اللي متفقين عليها التوانسة الكل. التباعد، غسل اليدين، لبسان البافيت، القهوة اللي تهز مياه 50 فيه البركة، الناس تبعد على بعضها. خاطر انت كي تعمل هذا وتحل القهوة راهو حتى اللي بشي سربي في القهوة اللي هو القاع منين بشي يدبر فلوسه اللي هو حق برحوخ يولي يقول، يقول له خويا بربي بعد الوعاتكم شوي خويا خويا يجي من الطاولة هنا شوي مسيالش، انا نقبل منه وهو يقبل مني والامور تصير. اما نجي ونسكر مره واحده شنو تحب تبتني بالشر وبعدين تقول لي شبيك هيج وشبيك كذا؟ لا يا اخوي الحلول راهي موجوده بالانضباط. معناها ما فماش علاش نحملوا اصحاب المقاهي المسؤوليه الكبرى، كما كل شيء تقريبا محلول نخليهم زاد هما يخدموا وكل واحد يتحمل مسؤوليته. وانا شخصيا نرى هذا هو الحل اليوم. الناس لازم تكون عندها قناعه انه كان نفسك ماهيش باش تعز بيك وكان روحك ماهيش باش تسخفك وكان ماكش باش تخاف على روحك وعلى ابوك وامك ودارك ومرتك واولادك، ما تطلبش من الدوله باش تحميك لانه الدوله عاجزه. هشام الشيشي كان واضح البارح قال لا سبيل اليه الحديث على حجر صحي شامل اقتصاديا ستكون النهايه بالنسبه لتونس، ويبدو انه بالنسبه للمقاهي لازم يكون هذا الحل. نسمع سالم اهل الاخبار وبعد نجيك سندريلا ولا ناصر. FM Express IFM Express نجمو تسمعو راف ماغ من كامل أنحاء العالم على IFM.tn على راف ماغ. 38 دقيقة مواصلين في البوكس نيوز، كنا نحكيو على المقاهي وأصحاب المقاهي اللي يطلقوا صيحة فزع. البرنس يقول لك الحل أنه نحملوا العباد مسؤولياتها، يمشي يلقاو يلبس بافيت ويلبس دو بافيت يقعد بعيد، زاد العباد مش هي باش تموت وناس أخرين تخدم وتلبس وتركب في الكيران وغيره كذا، خليوا العباد تخدم وكل واحد يمشي يتحمل مسؤوليته. وميمة
أنا باش نقول حاجة واحدة، أبار إنه هما باش يحسوا برواحهم اللي باش يفقدوا المورد الرزق نتاعهم، باش يحسوا بالظلم. يعني أنت تعيش في بلاد ظالمة، البلاد هذيا اللي تخليك اليوم أنت خاطرك تخدم على روحك وعلى خاطر فما جائحة كورونا ما تخدمش وتسكر وغيرك يخدم ولابس عليه والناس فوق بعضها وتجمعات، ونعرفوا البلايص اللي نحكيو عليهم وين موجودين. هذه حاجة. اثنين، أنا كان جيت نخدم في قهوة الرأس سامحني مسيرات معناها نتاع الأحزاب ومسيرة النهضة الآلاف فوق بعضهم، وتجيني لي أنا الزوالي اللي نخدم في قهوة واللي نعيش بها صغاري ونعيش بها عائلتي، تجي تقول لي أنت ليه الكورونا راهي موجودة نخافوا عليك سكر القهوة. أنا مش نموت معناها بالكورونا، مانيش باش نموت بالكورونا، باش نموت بالجوع. ألقى الحلول، أعمل قوانين وخلي الناس تخدم. هذه حاجة كلها التباعد، أعمل 50% خلي القهوة تخدم. وأنا واحدة من الناس نشوف حاجة اللي الكورونا هذه ولات حاجة عايشين بها، لازمنا نتأقلموا معها والناس تقعد تخدم على روحها والدورة الاقتصادية تمشي على روحها. التأقلم كي مع كاميرا درجة اللاوعي اللي نشوف فيها عند العباد بمخاطر الكورونا بمخاطر الكورونا وما بعد الكورونا، وإحنا شنو النجم نوصله لو لا قدر الله الوباء يكبر في تونس بالانفراستركتور الصحية اللي عندنا، راهو كارثي. الناس مش واعية بالشيء هذا، مش واعية. عندنا ناس تخمم أنه التلقيح والكورونا لليوم راهي مؤامرة، والتلقيح مؤامرة باش يتبعونا جينيا وكذا وكذا. دونك مهم جدا أن نوعي، وحتى لو كان باش نسيبوا المقاهي لضرورة وإكراهات اقتصادية، مهم جدا أن نوعي والعباد تحملوا مسؤولياتكم، حياتكم بين يديكم، وقد ما ترد بالك وشوية، لأنه اليوم فيروس هذا في الهواء 70% نص سرعة الانتقال نتاع الفيرسيون البريطانية، الطفرة البريطانية. دونك مهم حتى كيفاش نقولوا سيبوا نتعايشوا معها، مش حاجة راهو عادية، لازمنا نقعدوا رادين بالنا إلى أن تصير هالمناعة الجماعية في علاقة بالتلقيح. شكون عنده رأي مخالف للجماعة اللي قال ناصر نفس الرأي؟ حلو لقاهم واحدة. المفروض الدولة وقت اللي كان بالحق خايف على العبيد يا اخوي عاوز لهم توا، باش تقول لي ما عندكش ما عندكش ما يا اخوي خلي الناس تخدم على روح. فوالا باش تحكيوا في بوتيز مش موجود يا اخوي، خلي الناس تخدم على روح. احنا بلاد خايف على الشهاري وخايف على الريتريتي وخايف على صناديق الضمان الاجتماعي والعبيد والدوائر. ما شنو ذنب الزوالي؟ ما خلي يخدم على روح. معناها الفيرسيون تاع عاوذ لهم والدولة تتحمل مسؤولية، نحتانا من اللغة ذيك. ما عندكش فلوس، عبارة عندك بوك شريته 500 دينار وهو مطالب كل شهر باش يلقى 3 ملايين، دونك ما عندوش فلوس، نحاولوا نلقاو حلول أخرى. وأنا كر قبل اللي عندي يلزمهم متعشاو وياكلوا، شنو نعمل لهم أنا زعما؟ العائلات تقوم الحمل اللي في جرتي. يا ودي فكرت لك يا ودي والله العظيم شادد ديما ينفع الماكينة. سي أنا سكان فكرت أنا معاه تو أوكي، خليهم يا خويا يخدموا، الناس تسخف وردوا بالكم الناس الكل وكهو. توسكي أنا شو شقول؟ توسكي حاجة ما عندهاش انجو ايكونوميك، نجمش نسامح الدولة انها تخليه مظاهرة ومسيرة ويوم الغضب ويوم الارض وكذا وكذا، كما نجمش نفهمه. باقي الاكراهات الاقتصادية واني اوبليجي باش ننحني لانه العباد باش تموت. نفس الفكرة الناس كل ما خمش موضوع اخر مراد عندك حاجة. قلنا الدولة ما عندهاش فلوس. للتذكير في الموجة الاولى متاع الكورونا الدولة عملت مخطط ب 2500 مليار بإعانات باش تتفرق على الشركات، تسهيلات للشركات، تنقص لها شويه في التيار من بعد حاجه. لا 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 استنى نوضحوا حاجه. الديسبوزيتيف اللي عملته الدوله، تعرف قداش من شركه استنفعت منه؟ حكايه فارغه من با 5% من الفلوس مشاو في المصروف تاع الدوله. والدوله اليوم ماهيش قاعده تعاون في الشركات، والشركات صغيره نحكي. لا لا عندها سامحني، الدوله حطت فلوس ومن بعد مشاو اير. دونك فما اشكال في الحوكمه، شو مشاو هي اشكال في الحوكمه؟ زاد عندك حاجات نجم تحل فمها، نحكي بمنطق عائله حاجه تحل فمها اوبليجي. الدوله قررت 2500 مليار اكومبانيومون لخمين جابوهم هما وقت عندهم هما في الصناديق نحاوهم من راس بلايص. ما نحكيوش اخو بعضنا، اسمعوا بعض. وي سني جوست انا اللي مقلقني نحكيو على الزواوله، خليو يخدموا الزواوله. راه فما حاجه قانونية، مبدأ قانوني هو مبدأ المساواة. مش معقول أنك مواطنين تسمح لهم أنهم يخدموا ومواطنين ما تسمح لهمش أنهم يخدموا، وما فماش علاش. تو كيف ما لقيت حل أنت مثلا للمسارح للحفلات، ما لقيت حل 50% دو لا كاباسيتي والا 30% دو لا كاباسيتي، اعطي انت بورسنتاج في المسرح كنتروليهم سونيا. كيف كيف نفس الشيء، هي حكايه تباعد. مثلا انت تقول طاوله اسهل باش تكونتروليهم. انا كي نعطي قرار سهل
اما قداش عندك من 100,000 قهوه في تونس كيفاش تبعها؟ عندك انت فما حاجه اكل كنترول الياتوار كيما في المطارات مثلا على يتعديو 6 7 هذيك جو في لو كونترولي انت ماكش تشوف. اما القهاوي يعرفوا اللي اتو مومون ينجم يجي كنترول ينجم يجي كنترول. سامحني انت الطاوله تقول مثلا ما اكثرش من 3 ولا ما اكثرش من 4 القى لهم حل. اما ما تنجمش تحرم ناس من انهم يخدموا وخاصه انت في رمضان محرم على الفطاره ومحرم على الصايمين. اذا كانك في النهار تحرم المقاهي انهم يحلوا وهذا نعرفوه منذ سنوات في تونس واللي هي حاجه غير عاديه بين ظفرين تحرمهم في النهار باش يحلوا ودي تحرمهم في الليل باش يحلوا دونك غير معقول. حكمت عليهم بالاعدام. نوفل الورتاني قناه التاسعه تفاصيل. نوفل الورتاني في تصريح ليه البارح في برنامج لمن يسر فقط قال انه قناه الحوار التونسي مانعين علي على اللي يخدموا فيها انهم يحضروا معايا في التلفزه وفي الراديو وكي كلموني بالتليفون يقولوا لي اللي الاداره مانعين علينا نحضروا معك. تعليق التوانسه كانت هكا والله العيب مش في قناه الحوار التونسي العيب فيهم هما اللي بلاش همه هما اللي يقبلوا كان عينهم يقولوا ليه. وفما اللي قال انا ما فهمتش ممثل ولا فنان كيفاش يقبل انه قناه ولا اعلامي يتحكم فيه وين يمشي وين يجي. وفما اللي قال الشيء هذا موجود كان في تونس برا تفرج على القنوات المصريه الفنانين الكل يدوروا عند الاعلاميين الكل. وفما زاد احمد الاندلسي الوحيد تقريبا اللي علق على الموضوع هذا وكتب اي ممثل او فنان او مبدع تمنعوا التلفزه من الحضور في تلفزه اخرى اللوم ليس على هذه القناه اللوم على هالممثل ولا الفنان ولا هالمبدع اللي جعلوا من انفسهم عبيد ومرتزقه. مفهوم هذا اللي صاير بين القنوات وتقريبا ساع نجوم القناه هذه ما يمشيوش للقناه الاخرى هذا شبه مؤكد اكدوه لي الكل معناها الاولاد التاسعه يمشيوا للحوار الاولاد الحوار يمشيوا للتاسعه. اليوم نوفل يحكي على فنانين زاد معناها يتم منحهم من انه يجيوا والراديو والاذاعه وغيره وكذا. يعني هو المشكله مش في قناه التاسعه في نوفل مشيوش نوفل. ما تمشيوش لما تمشيوش نوفل ورتيني بتعليمات من شكون؟ قال نوفل من اداره قناه الحوار من اداره والإدارة بما شو السلطة اللي عندها بشتعتي تعليمات الفنانين والله مثلا انا فنان اليوم نجي نقول لك انا رفيق يعيشك راه كان تمشي النوفل مع شخص في الحوار نعيط لك في قناه الحوار التونسي ولا نجيكم كنا وياك اصحاب على خاطر ولا نقعدوا مع بعضنا ونخرج مع بعضنا نجي نقول لك اسمه فلان ولا فلتين ما تمشيلوش. فما منه شيء اذا انا ناكد كلام نوفل موجود منه بالحق. فما فنانين وممثلين يتحكموا فيهم بعض الاعلاميين يقولوا له ما تمشيش لفلان وفلتان. بس اعلاميين واداره قناه مش كيف كيف متاكد شنو؟ لا 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 اداره قناه لا عارف. اداره قناه حاجه واعلامي حاجه خاطر نجم نكون انا هنا اعلامي مثلا في اي اف ام عندي علاقات ولا عندي وسيله ضغط نجم نمارسها على فنان ولا كوارجي ولا غيره كذا. هذا لا يعني انه ادارتي منخرطه فيما اقوم به انا باش نعاود اداره والا اعلامي والا ما نعرفش انا معد ولا اللي هو مش معقول اليوم فنان ولا ممثل يتحرم ما يمشيش الاعلام. خلي الناس كل تخدم. نوفل عمره ما باش يكون ما نعرفش انا الياس الغربي، الياس الغربي عمره ما باش يكون معز بن غربيه. كل ممثل عنده الحق وكل فنان لازمو يمشي للبرنامج اللي يحب عليه هو. مش معقول انت تتحكم فيه ولا على خاطر عندك سلطه ولا خاطر عندك برنامج في تلفزه ولا في اذاعه تتحكم فيه. العيب زاده مش فيهم، العيب زاده في فنان ولا والا ممثل يقبل بهذا. انت حر حتى حد ما وش عليك السماله تيح وحتى حد ما هو هو اللي ينجح فيك ولا يفشل فيك. خدمتك هي اللي تنجحك. فما هكا البارح في فرنسا قنوات والاذاعات المنافسه تنجم تمشي لهكا معناها؟ لا لا موجود هو لا مش هو شوف فما حاجتين، فما العقود، فما دابور فما قنوات تقدر تخدم معاه تقول لك عايش خويا ما تمشيش ضيف الا ما تعلمني تسير وهذا عادي. هذه حاجه تسير هذه بنحكي على المقدمين. الممثلين حاجه اخرى، مع الممثلين زاده فما عقود يقول لك انت باش تمثل في المسلسل نتاعي البرومو نتاعك تعملها في الـ في الـ في الشين نتاعنا سا بو اريفي. من بعد العلاقه ما بين الحوار والتاسعه وما بين مقدمين من الحوار والتاسعه في تونس حاجه من نوع خاص تطورت في السنوات الاخيره. فهمت اللي قالوا ماناش نحكيوا على القنوات راهو يحكي راديو زاده، مش مدخل راديو في التلفزه.
يعني المشكله مع الاعلام. هو قالك اداره الحوار، اذا هو قال هكا قال اداره الحوار تمنع عليا في ضيوف يجوني حتى في الاذاعه، معناها إيه هو معناها السيبل نتاعهم نوفل هذا الكلام على عهده نوفل. ما هو المشكل سيكو احنا مانيش انا باش انا بدي جزء من المنظومه قال الاخر، فما وجو احنا ونخدموا في التلفزه وفي الاذاعه، دونك ايفيدامون كل واحد عنده شبكه نتاع علاقات. انت كي تبدا في الاذاعه يقول لك السيد هذاك بيسكو هو يخدم في تلفزه معينه، الحظر اذا صح التعبير يشملوا كذلك في الاذاعه. هو راه اسمع احنا قاعدين نرسيو في تقاليد جديده، يلزمنا نقبلوا انه كلنا نمشيو نحكيو في في القنوات الكل من غير او ديرنيير مو هذول اللي يفهم تصورت مع علياس في موزايك، وموزايك تحكي على يفهم مش نحكي في الراديو كلنا. دقيقه سونيا، وانت بنت الحوار تنجم تعطينا رايك بيان سور. اولا كان يقول فيها مراد صحيح على الاخر، فما عقود والعقود نتاع قناه الحوار وقت اللي تتعامل مع اي كان كرونيكور نحكي كرونيكور والا منشط، كرونيكور ولا منشط في العقد نتاعو ما عنده الحق يظهر في قناه واحده اخرى الا بعد موافقة القناة. هذه من ناحية. فيما يتعلق بالحضور لدى منشطين في ورتاني ولا غيره في راديو ولا في التاسعة ولا في أي قناة واحدة أخرى متاع الممثلين ولا متاع الفنانين ما فهمش منه. مستحيل لو كان الإدارة تقول الفنان وإلا تقول لأي كان ما عندكش الحق تظهر عند فلان. تبقى فما تبقى ليه تحكي على رانا نحكيه على الإدارة، نحكي على الإدارة. الإدارة ما عندها، أنت تحكي على منشطين وتقصدين منشط بعيني اللي أنا عرفتك على شكون تحكي. مش عندي فيها ذاك اختيارات من عند فنانين يقول لك أنا في الكفة نحضر عند فلان ولا عند فلان اللي هما تقريبا في نفس المجال ينشطوا مع الفنانين. شكون اللي اقوى؟ شكون اللي عنده اوديمات اقوى؟ شكون يستحقوا اكثر؟ شكون اللي يستحق وشكون اللي نجم يسكر عليا؟ يسكر عليا ما عادش نتعدى انا بالكل فك الراديو ولا فك الاذاعه هذيك. دونك غلط معناها انت امورهم. انا قاعد انا نحكي لك لابريسيون على فنان، انا قاعده نحكي لك على الفنان كيفاش يخمم. نقول لك في الصوره فما حاجه اخرى، فما ديزافينيتي. مثلا نوفل الورتاني وقت اللي يقول لك انا كذا كذا، انا شخصيا ما ندخلش مع نوفل الورتاني، ما نحبوش وما ندخلش في برنامجه. وربما هذا اللي قصده، على خاطر مؤخرا في قضيه سامي الفهري اتصلوا بيا، اتصل بيا شكون يخدم مع نوفل باش ندخل مع نوفل الورتاني، وجاوبتها بفصيح العباره قلت لها انا سونيا الدهماني ما نتدخلش معنا في الورتاني، ما نحبوش وما نحبش نتدخل معاه، وكنت واضحة وصريحة. هذا ما عنده حتى علاقة مع إدارة قناة الحوار التونسي. سو ديزافينيتي بيرسونيل. فما ديمقراطي كان انت يا راف تبدا تهز فينا وتدبرنا في ليزانترفونسيون وتحب تشغلنا بالسيك. ربي يخليك لينا يا رفاي. نعود بعد الفاصل ما تبعدوش. ليلة الجمعة ابداوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو. علي راف ماغ. اختبار العادة بالنسبة لراف ماغ تو سويت وقت الكويز. في استطلاع رأي حديث تعمل على برشا بلدان في العالم، 64.5% تقريبا 65% من الموظفين في العالم يفضلوا الحاجة هذه على الزيادة في الراتب. كي تقول له نزيدك في الشهرية ولا الحاجة هذه، يقول لك لا الحاجة هذه. 65% أهم زيادة بالنسبة لهم. شنو هي الحاجة هذه؟ حسب أهم الفلوس بالعربي. زيادة هي الفلوس. انت زيدوك شنو؟ طماعة ماكلة هما موظفين بصفة عامة ولا موظفين بصفة عامة؟ بصفة عامة. انت شنو عكس صفة عامة شنو نجم تكون؟ نجم تكون انسى مثلا عندهم اختيارات لا أخرى. لا الكل بصفة عامة برنس. والله ربما يخرج الريتريت قبل الوقت على الزيادة في الشهري. باهي تونسي عربي بيور هذا. سندريلا واحمر الشفاه الكونجي. يمكن الكونجي فضلوا الكونجي اعطيهم كونجي اكثر من الزيادة في الشهري. ولا نهارين راحة ياخذ السبت ظهر لي. منطقي اسمعني ياخذ نهار السبت. ياخذ نهار السبت راح 48 ساعة راح رامي. يكون عارف ناس مليح على خاطر الفلوس. انا بار اكزومبل نضحي بشهريتي الكل والفايدة نقعد نخدم معاك بيان سور. اهم حاجة ذيك يكون عارف ناس مليح. انت على الدرب الصحيح. اشكر رافي. انت على الدرب الصحيح. ناصر تزيد الفلوس اللي يخرجوا للريتريت
الفلوس نعطيهم الزياده للي يخرجوا للرثلات نزيدوا نعليو لهم هذا. اسمعني رجعوا في كويس الدين هذا خليه يرتاح شويه حط لهم ضحك. معناه اللي يخرجوا للرثلات نزيدوهم فلوس هذا يختاروه اكثر من اللي باش تعطيهم لهم هما افونتاج تاع فلوس اكثر. يقول لك زيدني في الرثلات جماعه اللي خرجوا اللي شوف مراد اقل ساعات عمل يوميا معناه يضحي يروح قبل الخدمه ما تزيدنيش ما تزيدنيش انا نقصتي في الروح بكري انه مقر العمل يكون به يكون اجريابل يكون مشرح رويق سويد هذا مقر العمل اما قربت انت مسيت النقطه صح اما مش صحيحه مسيت النقطه اما مش صحيحه اكثر بقعه تنجم تكون اجريابل نخدموا فيها بيفيت شكون قال بيفيت؟ اما نهزوه بيفيت معناها خلي بيروك وهرتك ودنيا تحب تخدم في بيفيت لا انه البيفيت تكون لايقه البيفيت تكون البيفيت الكونتين تكون لايقه مش البيروك انت احسن بقعه تنجم تخدم فيها الفرش في الدار احسن الفرش في الدار جواب صحيح تيلي ترافاي رامي ريز 65% من الموظفين يفضلون العمل من المنزل علاش قلت استطلع راي حديث في علاقه بالمحور اليوم في العالم في علاقه بالكوفيد وخاصه انه برشا بلدان اكتشفت القدره على ان تسير الامور من بعد منها تونس برشا شركات برشا ما رجعوش تكلف لهم التكلفه اقل ايفيكتيفمون دونك العمل عن بعد في المنزل بدلا من الزياده جربوا حلقه بسكايب راف كل واحد بسكايب وانت في فرش انا اكثر واحد نتشنج وقت اخذت ما هو تيلي ترافاي اكثر تكلفه للناس الكل للاعراف وللموظفين على خاطر النقل ما عادش بالنسبه للموظفين اللبسه ما عادش كل يوم وانت تخمم في لبسه ماكلتك برا ما عادش عليها مصروف ونفس الوقت الاعراف ما عادش عندك فاتورات ضو وماء وكل ما يتصرخ ضو والانترنت وكل يعطيهم اندمنيتي نمشيو للسؤال الثاني بسرجة نحكي عليه مره اخرى ايلون ماسك الملياردير العالمي الاسبوع التالي فاروت عملت قفزة في 24 ساعة قداش 24 ساعة قداش زادت الثروة نتاع ايلون ماسك حسب مجلة فوربس العالمية مراد 24 ساعة ما نهبلوش معناها 700 مليون دولار 700 مليون دولار 74 مليار قريت 174 مليون دولار سندريلا 20 مليار مليار شنو انت عاد ما نعرف اختار اللي تحب ألف مليون دولار ألف مليون دولار شنو فما 999 مليون دولار ألف مليون دولار كيف هو مليار دولار ألف مليون دولار ناصر عود اكتب لي جابت ألف مليون دولار ثانية 500 مليون دولار أيها الفقراء أيها المحطمون في الأرض ثروت وزادت في 24 ساعة سندريلا بيعت مريول جاتني زغرت كبرت 40,000 قالت لي المشروع ماشي ونحب نعمل حسب لطيف علي دخلت 40 دينار في اسبوع في نهار ثروته زادت 18,000 مليار مليار 6 مليار دولار مراد الزغيدي كيفاش يعيش وعلاش يخدم وذوم وعلاش مازال يمشي ويلبس كسوه كان عبقري لأنه كان فيزيونير كان إنسان يحلم تسلا الصعود إلى القمر للجميع لزوبجي كونكتي معناها ماسك إنسان باش يعمل ثورة في عمل ثورة في العالم ما كيفاش تتصوروا حياتكم ب 6000 مليار مراد ما تصوريش ما عندوش وقت باش يغزرش باش يبروفيت في الموضوع هذا نمشيو للسؤال الموالي سؤال الموالي روسيا نمشيو الى روسيا ما هو اللقب الذي تحصل عليه فلاديمير بوتين الاسبوع الفارط دراسه شعبيه كبيره تعملت سونداج وشانتيون كبير مش كيما تونس شانتيون تعملوا في بيتسالا ساعات كله دراسه وسبع الاراء نرجعوا للموضوع تجريح جرحت في شكون وحد هسي تعمل في سؤال كنت فما نستخدم على روح شو اللقب اللي تحصل عليه فلاديمير بوتين؟
روسيا شعب عطاه له الرقم هذايا برنس. اسرع رئيس في المشي على الساقين. اسرع رئيس في المشي على الساقين. اي جمودي لقب الجمودي. بربي سامحني. تفضل. شويه هذايا يا ولدي معاك تفكر معايا انا ديما مع رامي يحلوا الشوكه في جريج. صحيح. زياد يدكك عليك. سونيا كي تبربشك تبدا تضحكي لها وزيدني وراني خاطر تكبر عليك. مراد. جاب تو هكا. بون تسار هو يقولوا تسار بوتين. تسار معناه هو تسار الملك الامبراطور في روسيا كان يسمى الرجل الرجل الحديدي الحديدي الرجل الخارق ماني الرجل بربي عملوا سونداج يا اخي بوتين ربح الرجل الخارق بالروسي حتى مش يقول لك خليك في البيوعات مش ماشيه الامور نتصور اوسم رئيس ازين رئيس اوسم الاوسم من الوسامه من الوسامه الرجل الحديدي الحديدي خديجه تنطق خير بنتي اش بيه انا باش نرجعوا له النطق ثانيه لازم حاجه في علاقه بالحديد يا خويا معروف بالرقوه مقاول هو انا نسى في روسيا زاد يحبوا بوتين على زينو اعطيني لقب اجمل الاجمل الرجل الجميل انا اعتبرت جوابك صحيح راه في علاقه بالموظفين اللي يحبوا يخدموا من ديار خاطر انت سهلت ورامي جوابه صحيح والمنافسه مكمله ما بين رامي وما بين سونيا لانه بوتين فاز بالرجل الاكثر جاذبيه ووسامه في روسيا جواب صحيح تور دو تابل هنا في تونس السياسي الاكثر وسامه شكون تعتبره مراد؟ اوه ما لا سؤال سياسي ما عندي حتى واحد يدخل بعض ما حسيتها وكان سالته المراه ورجل حزار شنو هذا شنو نقول انا رجل ما نعرفش قول انت محسن مرزوق رجل سياسي واسي فما مثلا سي اون كيستيون دو غو الحقيقه برنس مسكين ما في السجن ان شاء الله ربي وحده سليم الريحي اه لا مش سليم بني نفاول على سليم الريحي نبيل القروي به وميمه سياسي من افعال واحد مع الشيخ زرون مزيان ما يسالش ما يسالش اعطينا اكثر واحد ترشح للانتخاب مهدي جمع مهدي جمع رامي شكون لك فيصل تبيني تيلا بالحق لا والله والله عندك الفلسفه كبار يجي يقول لك لا بالحق لا تجي فاضل عبد الكافي فاضل عبد اللطيف مراد هاي هاني عطيت ليه في النواب فما في يوسف الشاهد مراد غير حاجه سياسي لحظه نواب معناه سياسي نجم يكون نواب سيف الدين مخلوق فما ليه بالله لا تغازل العفاس في المباشر قل يا مراد فما نايب من قلب تونس من الصغار اللي تحفون اه اللي على الكابون اللي على الكابون من قلب تونس سي سيفيري بوكوس فول بيه معناها الجميع شكون يا رايا بين سنين مانيش مش عارفه خاطر هما مختلفين الغنوشي قيس سعيد والله العظيم نحكيو على الوسامه نحكيو على الوسامه استغفرت ولا شنو اللي تحب ان شاء الله ربي يتقبل بين فاضل عبد الكافي ومنجي راحوي فاضل عبد الكافي منجي راحوي اه تحب الجانكستر فهمتك الهيجين وكالباند بيد بوي تحب بيد بوي هكا منجي فاضل عبد الكافي اون بو با فريمون دير كو سا سوا بيد بوي نحكي على منجي نحكيو على المنجي هي في الزوج فاضل عبد الكافي كان اللي تعرس به نمارس شويه الدكتاتوريه سونيا اختارت فاضل عبد الكافي سونيا اختارت فاضل عبد الكافي عندنا وقت سؤال اخر عندنا انت فت يا رب نحيي الكرتون بلوك ويز هذا بعد انا قاعدين وسيل مهليل مش متوفره السؤال الاخير يا سامي مازالت ما حضرتش ما مازالت خرجت داري تقول لي غادر السؤال الاخير من القائل يمدحون الذئب وهو